يعني نحن اللي شهناه امبارح من عملية عرض ومسرحية طويلة عريضة، طبعا هذه ما بتلغي مشهد النفايات على الشط، ولا بتلغي ضرورة انه يتاخد قرار سريع واتاخد من قبل الحكومة ورئيسها بتنظيف الشط، ما بتلغي ايضا ضرورة ان يكون هنالك قرار من وزير البيئة وصار بلجنة فنية تحدد مصدر النفايات هاي. كل هذا عمل مسؤول ما بيدخل بإطار إذا بدك الاستغلال الانتخابي. أما الشيء اللي هو يعني مستفز، اللي هي عمليا كل ما شفنا شغلة مثل طير الغراب أو البجع بنط وببلش ينعى، يا خي طول بالك روح شوف تنشوف شو الخبرية، إذا بنهمنا صحة الناس مش هيك؟ يعني أنا بهذا الموضوع ما بقى فينا نسكت خلاص، نحن منا مكسر عصا لحدا. الموضوع هذا مش كل ما طلع عباله حدا يجيب له صوتين بيطلع بقوس على العهد وعلى رئيس الجمهورية وعلى وعلى التيار. نحن ساهمنا بتحرير لبنان، نحن رجعنا ونحن قدنا أكبر حملة إصلاح مالي ما حدا تجرأ عليها إلى اليوم. نحن اتهمنا أنه بدنا نتنازل عن اللي ادعينا فيه من تسويات مالية وغيره، نحن لليوم لم نوافق على حسابات مالية بلبنان وين كانوا كلهم. موضوع النفايات من 97 أيمين القيامة بال 2010 وزرائنا الوحيدين بالحكومة اللي صوتوا ضد سوكلين، امبارح ب 12 أذار 2016 طلعنا نحن الوحيدين باعتراف الحكومة وبشخص الوزير أكرم شهيب يحيي الفيديوهات محطوطة صارت على السوشيال ميديا مع محاضر مجلس وزراء، وزراء التيار الوحيدين اللي رفضوا خطة المطامر. طيب وزراء الكتائب بوقتها وافقوا. أنا أربأ بهذا يعني بهذا الموضوع إنه يفوت بهذا السجال، الناس ما بدها تسمع سجال، أكيد بدها تعبت وبدها حلول، لكن الحلول بتكون بالتعاون، الحلول بتكون بالمشاركة بالحلول، مش بعملية استغلال مقاسينا. زبالة مين كبها بالشارع سنة؟ وقت تسكر مطمر برج حمود مش نحن ساهمنا بتسكيره صحيح، لأنه ما كنا شايفين إنه هذا بيؤدي إلى حل، وتبين إنه مظبوط. ما فينا نعارض نوافق على خطة ونصوت عليها بالحكومة وننزل نعمل شو بمطمر برج حمود، ما بيصير هيك. قعدنا سنة سي ان ان صورت نهورة الزبالة والكياس البيض، تلت شوارعنا كلها، فاتت على بيوتنا، قتلت اولادنا. كلنا صرنا اليوم عندنا مشكلة، كل واحد منا ينزل يتصور بيلاقي عنده مشكلة، طيب هيدي تنحل بهالطريقة؟ ما بيجوز. إذا بده يكون في من محاسبة، وإذا وللبد هذا الموضوع لازم يروح بموضوع المحاسبة ولازم خلا تتحدد بلجنة التحقيق وتفوت من 97 لليوم تحدد مسؤولية، مثل ما عملت لجنة المال والموازنة على 6 جلسات يحو تقريرها عندي. بس على من تقرأ مزاميرك؟ يحو تقرير لجنة المال خلي يقولوا لي أي نايب شارك بوقتها وأي كتل شاركي. مجلس الماء والأعمار إجا وعطى إفادته وقدم كل شيء في عنده واستمعنا له وحققنا معه، وجبنا كمان بوقتها بناء على طلب عدد من النواب بما فيهم النائب سامي شبايل اللي حضر جلسه واحده، جبنا الاستاذ بوجي يلي كان اتهم بوقتها انه هو عم باخر مراسلات وغيره، لم يحضر اللي اتهمه. طيب رحنا الى حلول، قلنا معامل، واليوم الخطه شو هي؟ الخطه انه نسكر مطامر، نوقف مقابر الموت ونطلع لخطط جذريه. من 20 سنة بيعملوا لجان فرعية بالحكومات ولا خطة تنفذت. إجا الطيار بال 2010 ضرب أول ضربة بموضوع سوكلين، قال لهم لا، بال 2016 قال لهم لا للخطة. فتنا اليوم بعهد الرئيس عم نعمل حل جذري بديل. ما هو الحل الجذري البديل؟ تعاون مع البلديات، مش البلديات بتنزل بتكب نفايات. خلي يطلع يفتش أي بلديات كب النفايات. خلي يشوفوا لي مين كببهم هون النفايات قبل ما نطلع نتهم الناس. ونعمل هوجه ونطلع جماعتنا تحكي على اذاعات مفتوحه. معيب استغلال مقاس الناس، مقاس المواطنين مش للبيع والشراء ببزارات الانتخابات. فاذا طمن اللبنانيين انه نحن رايحين على حلول ولن نسمح بان يستمر هذا الوضع مثل ما هو. وزير البيئه بده يقوم بواجباته وعم بيقوم بواجباته. الحكومه بدها تتحرك وتحركت اليوم. المطامر بدها تتسكر. نحن مش رايحين على مطامر حل جذري. بس نحن ورثنا أزمة من 97 إلى هلأ. نحن في لجنة المال اكتشفنا 4 مليار دولار. طيب هيدي مين مسؤول عنها؟ مش كل اللي ناموا بهديك الفترة؟ مش كل اللي اليوم عم بيصرخوا لأنه قبل بثلاث أشهر من الانتخابات؟ موازناتنا وقت لفتنا فيها، وقت لقلنا في هدر، وقت لقلنا في سرقة، وقت لقلنا في تخطي للقوانين، مين فات حكي معنا؟ مين صوت معنا بمجلس النواب؟
الى اليوم ما بنسمع الا حكي حكي حكي. خليه يعرفوا تيار الوطني الحر مش مكسر عصا، الرئيس مش مكسر عصا. من اليوم وطالع رح نرد، ورح نرد بقوه، ورح نفرجي حقيقي، ورح نكون موجودين باي كوع على اي مفرق على اي كلمه بدها تنال. اول شيء من شعور المواطن ومن صحته، وتاني شيء منا نحن ومن العمل اللي عم نقوم فيه. اخر شيء بقول لك المطلوب انجاز، مش مطلوب حكي ونعيق. المطلوب نتكتل كلنا تنحل مشكله الى عم تستغل اكثر من 20-25 سنه. هيدا اللي حابب اقول لك اياه. بعتذر اذا كانت النبره عاليه، بعتذر اذا كان في يمكن شعرت انه هذا الموضوع عم بيصير فيه ظلم، لكن رده الفعل على الظلم كيف بدنا نعمل؟ بدنا نشتغل، بدنا نكون موجودين. شاطئ كسروان شوفوا لي من وين نزلت الزباله عليه. هيدا بيراهن كل القضاء اليوم. وانا اطالب النيابات العامه بالتحرك، وكل شخص ببين مسؤول اكان البلديه او مسؤول سياسي، وما بدي اسمي من وين، ان كان من سنه وقت تسكر المطمر او غيره، خليه يتحاسب. يا خي ما بدي حاسب بالقضاء، بدي حاسب بالسياسه. لانه كل ما جبنا سيره القضاء تطلع بتقوم القيامه. نحن خي بدنا محاسبه سياسيه، بدنا محاسبه، بدنا الناس توعى، بدنا الناس تعرف انه خطابات مثل هيدي ما بقى توصل لمحل. نعم، على كل حال استاذ ابراهيم، يعني اليوم على مواقع التواصل وتزامنا مع يلي شفناه امبارح، في كثير اسئله طرحت، جاوبت حضرتك على جزء كبير منها، بس يعني بيبقى مثلا في ناس عم تطرح انه خلي النائب سامي الجميل يحكي مع اتحاد بلديات المتن يلي هو جزء مكون منه كحزب كتائب حتى يتصرف، او ايضا كمان عم ينحكى عن محرقه لها علاقه برئيسه بلديه بكفيه. عندك معلومات عن شيء عن الموضوع؟ ما بدي فوت انا مش مثل غيري. نعم، ولا بدي فوت اوس واتهم حتى اعمل شو بعرفني حالة شعبوية أو غيره. أنا بنتظر التحقيق بهالمجال، وبطالب أنه يكون جدي ويحدد المسؤوليات. وكلنا كنواب المتن مسؤولين، أنه نواب كسروان وكل النواب مسؤولين أنه نحن نطالب بلدياتنا إذا كان في من خلل ببلدياتنا. أنا ما بفصل بين بلدية والتاني، أنا كنايب بعتبر حالي متعاون ومسؤول عن كل بلدية بالمتن الشمالي. أنا بعتبر حالي مسؤول عن كل شخص بكسروان، عن كل حدا ممكن يكون متضرر. هيك بتكون المسؤولية، وهيك بتكون الشغل، وهيك تعلمنا نحن بمدرسة التيار، وهيك نحن عم نمارس. بكفي تشويه للحقيقة، بكفي تزوير. بس هناك من يقول الأستاذ إبراهيم كمان أنه التيار الوطني الحر هو اللي عم يفتح المجال من خلال ثغرات معينة لخصوم السياسيين أنه يعملوا هيك خطوات. لا أنا ما يعني... أنا مش موافق على هذا الكلام، لأنه نحن شغلنا واضح. نعم. قلت لك ذكرتك وزراء التيار هن اللي رفضوا الخطة ب 12 أدار 2016 وبتمنى عليك تنشر المحضر. الوحيدين. وبعدين نحن ما شاركنا نعم بإقفال المطمر، لأنه نحن اعتبرنا من أول يوم أنه لن يؤدي إلى نتيجة كانت واضحة. كانت واضحة العملية أنه تكدست الزبالة بالنفايات بشوارع المتن على مدى سنة، وإذا بدك لليوم عم نشوفها عم تسبح. كل يوم والله يستر بكره بنشوفها وين. هي نفسها يلي ما تعالجت بوقتها وما قبل ولا مطمر ياخذها ولا حدا يقبل يحطها، بلشت البلديات تكب كيف ما كان عشوائيا حتى تتخلص منها. هيدا اللي عم نعيشه اليوم. في مثل بالفرنساوي بيقول جوفرنيس بريفوار، بدك تحكم بده يكون عندك رؤيه، بدك تاخذ قرار بدك تكون عارف حالك وين رايح فيه. كفينا بقى نقاتل بالناس، كفينا نقاتل بالبشر، كفينا نقاتل بصحتهم، كفينا نتاجر فيهم. انا ما كنايب متن اخذت موقف من فتره، كان في قرار يطلع بالحكومه بتوسيع الصحه. صح، كان عندك موقف معارض له والكل الناس انتبهوا له انه حتى كان وزاريه ولم يتوسع المطار. نعم. ما عملت منها دبكه، ما نزلت رقصت بالطريق، لانه هي اقل وجباتي. وجباتي انا كتيار وكتكتل وكنايب ورجل مسؤول منتخب بمثل شعب بمثل ناس، اني اخذ الموقف اللي بيملي علي ضميري واللي الناس بدهم يطالبوني فيه. بس مش بروح هلا مثلا حضرتك قلت لي بلديه بكفيه او غيره، بالنسبه لإلي كل البلديات هي ذاتها. وما بدي زدتها مع حدا، انا بطلب من اللجنه الفنيه يلي اليوم عم تتقصى الحقائق بهذا الملف ان تنشر هذه الحقائق ونخلص بها. وبدي محضر مجلس الوزراء ينشر من وافق على هذه الخطه ومن رفضها. بدي اعرف نتائج هذا الاعتصام شو كانت علينا كلبنانيين. اذا نحن مغلطين بنعتذر، اما اذا غيرنا مغلط فقد حان الاوان لان يعتذر. نعم، على كل حال شكرا لك استاذ ابراهيم على هذه المداخله. شكرا لك.
شكرا لك. مشاهدينا هون نوصل لختام حلقة حوار اليوم، نلتقي بحلقة جديدة صباح يوم غد، فإلى اللقاء.